التقى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالفريق أول جوزيف فوتل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وقد تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. هذا وقد أقام صاحب المعالي مأدبة غداء بنادي ضباط قوة دفاع البحرين تكريما لقائد القوات المركزية الأمريكية والوفد المرافق.